قتل وسرق ودفن كل ضحاياه بطريقة واحدة بس، حفرة جوه شقة في منطقة بولاق الدكرور. تفاصيل مرعبة، أذكى وأخطر سفاح ممكن تشوفه في حياتك، محترف في التخطيط والتنكر، والقتل ما بيفرقش معاه يقتل قريب أو غريب، المهم إنه بيعيش مغامرته ونشوته في القتل جوه نفسه. سفاح الجيزة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتابع الفيديو للنهاية. اللي قدامنا في الصورة ده قذافي فراج عبد العاطي الشهير بسفاح الجيزة، اتولد سنة 73 وهو أذكى وأخطر شخص ممكن تشوفه في حياتك، وضميره معفي من الإحساس بالذنب نهائي. اتخرج من كلية الحقوق لكن ما اشتغلش محامي، اشتغل في التجارة والأعمال الحرة، وكان عنده كذا مكتبة ومصنع صغير للعب الأطفال. لكن هو هنا ما كانش حاسس بنفسه، وعمل اتفاق مع الشيطان علشان يساعده ويبتكروا مع بعض ازاي يعمل جريمة. وكانت اول ضحية ليه كان رضا. رضا ده كان شغال مهندس في السعودية، والاغرب من كده ان رضا ده كان صاحبه من طفولتهم، وتعود رضا انه يبعت القذافي فلوس علشان يشغلها ليه، علشان هو محل ثقة بحكم انهم متربيين مع بعض، وما كانش يعرف ان صاحبه وصديق الطفولة انه كان بياخد كل الفلوس ويحطها في جيبه، حتى ممتلكاته اخدها. وده كله كان بسبب توكيل رسمي كان عامله ليه رضا سنة 2015. ولما رضا شك في الموضوع وان صاحبه بيسرقه، هنا قرر انه يرجع لمصر تاني. ورضا رجع فجأة لمصر واتصل بالقذافي الشهير بسفاح الجيزة علشان يصفوا الحسابات اللي بينهم. لكن هنا قذافي خطط بمساعدة الشيطان وعمل خطة شيطانية، واتصل برضا وقال له تعالى نتعشى مع بعض. ولما رضا راح له البيت في محافظة الجيزة، وهنا السفاح حط ليه السم في الأكل، ولما لقاه دايخ قعد يضرب على راسه بحديدة كبيرة علشان يقتله في ساعتها. لكن هو هنا كان مجهز حفرة عمقها 2 متر في أوضة جوه البيت قبل ما يروح له صاحبه رضا، ولما قتله دفنه في الفحرة دي وردم عليه وبلطها. مش كده وبس، أخد تليفون رضا وبعت رسالة لمرات رضا كتب فيها إن الشرطة قبضت عليه في مظاهرة وهو مش عارف هو فين. وهنا بدأ بتزوير الأوراق كلها علشان بدل ما يبقى القذافي بقى رضا، وأسرة رضا عملت بلاغ باختفاء رضا. ومن هنا تبدأ لسفاح الجيزة سلسلة من أبشع جرائم القتل اللي ممكن ما تخطرش على بالك. بعد كده سفاح الجيزة كان متجوز واحدة اسمها فاطمة، وكان على خلافات مع مراته دايما، وعلى حسب ما بيقول انه كان مديها 400,000 جنيه وما كانتش عاوزة ترجعهم ليه. وبعد ما رجع الود بينهم هي ما رضيتش تديله الفلوس تاني زي ما هو بيقول، وهنا قرر انه لازم يتخلص منها، وحفر حفرة زي اللي حفرها قبل كده ودفن فيها صاحبه ودفنوا فيها. وهو قاعد في مرة هو ومراته فاطمة حط لها السم في العصير، وبعد ما ماتت اخد جثتها وحطها بديب فريزر، واخد جثتها بعد كده من الشقة اللي كانوا بيعيشوا فيها في الهرم، واخد جثتها الشقة في بولاق الدكرور اللي هي كانت مقبرة لكل شخص كان قريب منه، ودفنها في أوضة جنب الأوضة اللي دفن فيها صاحبه. والأغرب وأذكى من كده إنه راح يبلغ عن مراته إنها سرقت منه 400,000 جنيه وهربت. لكن هو لما دفنها حط جنب جثتها المجوهرات بتاعتها علشان يأكد إن المال لا قيمة ليه بحسب اعترافاته في تحقيقات النيابة. حصل مشاكل
واخدينها ولفيت عليها الهدايه وشلتها وحطيتها في الفرشه الناجة وحطيتها قفلت الناجة بطاقات حبل الغسيل وقفلت الناجة وربطتها في حبل الغسيل وربطت حبل الغسيل وبعد كده ايه رحت لفيت الملايه القديمه حوالينها ولفيتها بالملايه القديمه حواليها بعد كده مسحت كان فيها اثار دم مسحتها كان فيها اثار دم مسحتها جبت العربيه نص نقل ورحت جبت العربيه نص نقل طيب في طرفين وشالوا معايا الثلاجه وشالوا معايا الثلاجه حطها في اسانسير وحطيناها في اسانسير اسانسير وحطيناها طبعا نص نقل ودي الشقه هنا وحطيناها في العربيه نص نقل وجبتها على الشقه اللي هو الشقه هنا اللي انا موجود فيها فتحت الاوضه ديت وفتحت الاوضه ديت غرفة أخرى في ذات الشقة التي يتم فيها التصوير. الثلاجة لك أدخل غرفة ثانية. لا. أمينة. أيوة ثانية. الثلاجة لك أدخل غرفة ثانية. أنتها شدي مياه وشغلت الثلاجة وأكيد وقت جبت فوالية بدون الصرف كده كسر ممكن بعمق متر 80 في عرض متر وحفروا وخلصوا مشوا هما وبعد ما حفروا ومشوا هما انا زقيت التلاجة كده صعب تحت التلاجة ده فصعبت وهنا تتوالى عمليات التنكر والقتل لسفاح الجيزة وبعد كده القذافي اتقدم لأخت بنت كانت شغالة في مكتبة من مكاتب رضا اللي القذافي كتبها باسمه والبنت دي كان اسمها نادين دي كانت رافضة انه يتجوز اختها وهددته ان هي هتفضحه لو صمم انه يتجوز اختها هنا قرر انه لازم يتخلص منها استدرجها لبيته وقتلها بنفس الطريقة ودفنها جنب مراته وصاحبه علشان تبقى الجريمة التالتة ليه ومش بس كده أوهم أسرة نادين إن هي على علاقة بمخرج سينما وإن هي بتحب التمثيل وهربت معاه لدولة عربية وده اللي دفع أسرة نادين إن هي متتكلمش أو تعمل محضر علشان الفضيحة وهنا قرر إنه يسافر لإسكندرية وبعد ما سافر إسكندرية اتعرف على واحدة اسمها ياسمين نصر وكان بيتعامل باسم رضا عادي ودخل معاها في قصة حب وكان بيقول لها انه هيتجوزها وخلاها تبيع شقة والدتها على اساس انه هياخد الفلوس بتاعتها وشغلها ليها ويديها ارباح منها وبدأ هنا انه يتهرب منها وفي مرة من المرات قابلته قالت له يا تتجوزني يا تديني الفلوس وهنا قرر انه يتخلص منها وقال لها انا هديك بضاعة بتمن الفلوس واستدراجها المخزن بمنطقة العصافرة واول ما دخلت المخزن خنقها لحد ما ماتت ودفنها في أوضة جوه المخزن بعد كده اتعرف على دكتورة صيدلانية واتجوزه لكن في مرة من المرات اتخانقوا مع بعض وكانوا على خلاف دايما مع بعض وهي هنا قررت انها تتفصل عنه وهو هنا قرر انه هيسرقها لبس واحدة منتقبة وسرق كل ذهبها وكان الذهب ده حوالي بمليون جنيه وسرقه وهرب وبعد كده انتحل شخصية مهندس اسمه محمد مصطفى وتعرف على بنت واتجوزها والبنت دي ابوها كان تاجر كبير في اسكندرية وفي يوم قرر ان هو هيبيع الذهب اللي كان سرقه من الدكتورة الصيدلانية وراح لمحل ذهب علشان يبيع الذهب فصاحب المحل بدأ يشك فيه لان هو ما كانش معاه اقصال بيع وما كانش معاه حاجة تثبت ان الذهب ده بتاعه لما صاحب المحل شك فيه اتصل بالشرطة واتقبض عليه واتحكم عليه بسنة سجن لكن الغريب هنا انه اتحكم عليه باسم رضا وهنا كانت بداية الخير أسرة رضا كانت مكلفة محامي انه يدور عليه من الوقت للتاني وبالصدفة وصلت المحامي رسالة ان رضا اللي بيدوروا عليه محكوم عليه بسنة سجن وهنا المحامي بلغ أسرة رضا وأسرة رضا بلغت محكمة الاستئناف إن هم عاوزين يشوفوا ابنهم ولما راحوا يزوروا ابنهم كانت هنا المفاجأة إن اللي قدامهم ده قذافي مش رضا راحت أسرة رضا بلغت النائب العام إنه يفتح ملف اختفاء رضا من جديد وهنا الشرطة وجهت الاتهامات كلها لقذافي الشهير بسفاح الجيزة وبعد تحقيقات كتيرة اعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها كانت الكاميرات مصوراه وهو لابس واحدة منتقبة
واتحكم عليه بالإعدام واتنفذ فيه حكم الإعدام في 14 مارس 2023، علشان هنا تنتهي سلسلة من الجرائم لأخطر وأذكى سفاح اللي اسمه هيفضل في ذاكرة كل شخص من أسر الضحايا دي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم عمرو عيال.